بالأمينو جلايكوسايدز. لاحظوا الستريبتومايسين مختلف، يعني لما تشوف شكله أوكي. هلأ يعني أنت كفارماسيست وميديسنال كيمست، أول ما تشوف شكل المركب تقدر تحكي إنه هذا مش بيتا لاكتام، بس تطلع عليه بتقدر تحكي إنه هذا مش تتراسايكلين، بس تطلع عليه بتقدر تحكي إنه هذا أمينو جلايكوسايد. ليش؟ لأنه حكينا عندهم جلايكوسيدك لينكج، لأنهم عامل لينك بين تو شجر، واحد من الشجر إز وات إز أمينو شجر. فالستريبتومايسين إز أمينو جلايكوسايد، بس هلأ هذا مختلف كلياً عن الأذر زي الكانامايسين والسيسوميسين والديبيكاسين. ليش؟ لأنه شوفوا لاحظوا أول إشي الشجر الأول كيف إنه عنده كله هيدروكسيد جروب، بس عنده أمين على رقم 2 برايم، وهذا الشجر اللي بالنص اللي هو ستريبتوز. فلازم تكون أول شيء نعرف مكونات أو إيش هم الشجر الانفولفد في البايندينج أوف ستريبتومايسين. أول إكزامبل هذا جلوكوز، وعنده على الجلوكوز أمين، والأمين النيتروجين شو عليها؟ عليها مثل، عشان هيك سميناه إن مثل جلوكوز أمين. فإذا أول مكون من مكونات ستريبتومايسين هذا جلوكوز. طبعا هاي OH ارتبطت بالشجر الثاني، بس محل واحدة من الهيدروكسيد جروب شو حطينا عليها؟ نيتروجين، عشان سمينا جلوكوز أمين. والنيتروجين شو عليها؟ عليها مثل، فسميناها إن مثل جلوكوز أمين. تاني ستركتشر أو فانكشنال جروب مرتبطة في الستريبتومايسين اللي هو الستريبتوز. ستريبتوز هذا شكل هو بنتوز، وهذا شكل الستريبتوز. طبعا يعني مميز الستريبتوز إنه عنده هاي الدهايد جروب، الدهايد جروب مش كيتون، هاي الدهايد يعني سي دبل بوند او اتش. كمان في عنا اخر ستراكشر اللي هو ايش بنسميه هاد، طبعا برضو هذا شوجر اوكي او جلوكوز، بس محل جلوكو محل الهيدروكسيل جروب شو حطينا؟ هاي الفانكشنال جروب. شو اسمها هاي الفانكشنال جروب؟ هي محطوطه عندكم، اشوف يعني تقدر تغشوها عادي. هاي اسمها جوانيدين. جوانيدين جوانيدين، طبعا هاي فيري بيزك جوانيدين، ترى يعني بتشبه لا عندك الأسيتون مختلف، كنت أرسم لكم الأسيتون. هاي اسمها جوانيدين جروب. لاحظوا في عنا 2 جوانيدين محل 2 هيدروكسيد جروب، فاسم المركب ببطل اسمه جلوكوز، صار اسمه ستريبتادين. ستريبتادين اسمه ستريبتادين. هاي اي يعني طبعا في يوم من الأيام من الأسئلة اللي جبتها أكون جايبة شكل الستريبتومايسين، أعطيني الموية involved in its component يعني تركيبته، وإيش السار of مثلا نفرض إيش اسم الأول إيش لازم تكون عارف اسم كل sugar، وأعطيني السار نفرض of streptose. فلازم نكون عارفين the structure والسارس تبعت كل ring. هي الرنج الصعبة اللي عندها صار شوية مختلف يعني شوية صعب، اللي هي رنج 2 اللي هي بالنص، هاي صار تبعها مش كتير صعب. يعني هي هلأ هذه صار تبعت الستريبتومايسين كتير أسهل من صار تبعت الأمينو جلايكوسايدز الثانية. فشايفين إذن لما نطلع هاي كمان بطريقة تانية رسمها، واضح إن جوانيدين جروب هاي الستريبتادين، اللي بالنص هاي الدهايد شكلها هيك بس مرسومة بطريقة مختلفة اللي هي الستريبتوز، وال this is glucosamine in methyl glucosamine.
افكتيف هذه بتغطي كمان مش بس جرام نيجاتيف، كمان بتغطي شوي من جرام بوزيتيف بكتيريا، عشان هيك انترستد هي اول ما ديسكفرد باي ذا بكتيريا ستريبتومايسيس جرايسيس فور تريتمنتس اوف توبركلوسيس تي بي. Again, بما إنها مليانة نيتروجينات و OHات فهي water soluble وبالتالي cannot be given orally لأنه ما بيصير لهم امتصاص. إذا بدك تستخدمها على شكل oral ممكن استخدمها for its local effect for GI infection لأنها ما بيصير لها امتصاص، فبالتالي locally بتعمل killing للبكتيريا اللي في GI. Again, نفس الشيء salt هو sulfate salt هو اللي يستخدم في its معظم الأمينو غلايكوسايدز preparation يستخدم السلفيت سولت. دكتورة جي آي تي انفكشن إيش المقصود الجي آي تي؟ يعني مش الجاستريك أيوة جاسترو انتستينال تراكت. جاسترو إحنا هاي اختصارات تخدتوها يمكن من زمان بالفارماكولوجي وبهيك قصص. انتستينال تراكت جي آي تي. طيب هلأ السعر، يعني أنا أكثر شيء بحب السعر لأنه إحنا ميديسينال كيمست، مش لأني بحبه لأنه ميديسينال كيمست. إحنا نبلش بالجروب الأولى اللي هي الستريبتوز. هاي الستريبتوز خلينا نرقمها أول، هاي واحد عند الجلايكوسيديك لينكج، هاي اثنين عند الجلايكوسيديك لينكج، هاي ثلاثة وهي أربعة. هلأ إيش بيميزها؟ إنه في عندها إيش؟ ألدهايد. هاي الجروب شكلها هيك ألدهايد. هلأ الألدهايد هاي إذا عملنا لها حولناها لألكحول، يعني شو عملت لما أحولها لألكحول؟ عملنا ريدكشن. Reduction of aldehyde لألكحول will give إشي اسمه dihydroceptomycin، لأنه ضفنا عليها هيدروجينات سموها dihydroceptomycin، ضفنا تنين يعني صارت شكلها هيك CH2OH. هاي العملية سميناها Reduction، فإحنا ضفنا هيك في هيدروجينة، ضفنا هيدروجينة تنتين. إلها similar activity as streptomycin، بس شو بيصير في عنا زيادة في side effect increase the potential for producing delayed deafness. أصلا من مشاكل glycosides اللي هي المشاكل في السمع، فممكن يؤدي إلى deafness. deafness يعني طرش. أوكي هم من مشاكل معظم الأمينو غلايكوسايد سموها أوتو توكسيسيتي. فإذا إذا إحنا عملنا ريدكشن للألدهايد في السبتوز إنتو الكحول رح يصير في عنا سيميلر أكتيفيتي بس ديليد ديفنس. طيب إذا عملنا أكسيديشن لهاي الألدهايد، هاي عملنا لها أكسيديشن، يعني شو حولتها؟ حولتها لكاربوكسيليك أسيد، أو حولتها ل اللي هي هاي بنسميها أوكس إيمين. أوكس إيمين أنتوا تذكروا هاي إيمين وعليها أكسجين بنسميها أوكس إيمين. شو بصير بالأكتيفيتي؟ أبوليش ديستروي الأكتيفيتي. فإذا ريدكشن مسموح، خنقول انه بيعمل لي similar activity بس ما في داعي له، ما دام similar activity بس زاد delayed deafness ما في داعي يعني له. الاكسيديشن بيعمل لنا abolish للactivity، اذا اكيد ما في هذا the change is not allowed. طيب اذا عملنا هلا شو ضل في عنا من الفانكشن جروب ممكن نلعب فيها اللي هي CH3. هاي اذا عملنا oxidation ل CH3 to CH2OH رح تعطيني active compound but no difference over streptomycin. No advantages over streptomycin. هاي صار للمركب الأول. نشوفها بالكبيرة عشان تفهموا شو
يمكن بدك بيني أوضح تكون. يعني سهل كتير السبتومايسين، لو جبت لك أعطيني السار of الستريبتوز فرح تعطيني تقول لي تتذكر إنه هذا الستريبتوز، هاي إذا عملت لها اللي هي هذا الستريبتوز، هذه ألدهايد إذا عملت لها ريدكشن تتحول إلى يعني converted to alcohol، شو راح يعطينا؟ same activity بس إيش؟ بس but delayed deafness a potential for increase delayed deafness. طيب إذا عملت لها هاي أول صار نفسها، إذا عملت لها reduction oxidation يعني حولتها لأسيد carboxylic acid abolish الactivity no not more active destroy abolish أو destroy نفس الشيء زي الكربوكسيليك أسيد. إذا if I replace it with oxyamine اللي هي هاي on oxygen oxyamine هي اسمها oxyamine برضو abolish الactivity بدل هاي ال OH هاي يعني برضو نفس الشيء من الهيدروكسيد جروب اللي should not be changed. هاي إذا بفكر إني أعملها oxidation يعني أحولها على CH2OH راح يصير في عنا ما يصير في عنا no change in activity يعني no advantage over streptomycin. راح تلاحظوا كلهم نفس الفكرة إنه أنا ما بقدر أغير في المركب. طيب نطلع على الرنج الثانية هاي اللي هي لأن مثل الجلوكوزامين هدول الهيدروكسيلات ما بنلعب فيهم should not be changed. هلا بس الشيء الوحيد اللي بنقدر عملنا عليه شوية changes اللي هي إذا شلنا الميثل على الأمين يعني deméthylation للأمين يعني شلنا الميثل على الأمين deméthylation شو راح يصير في عنا؟ راح يصير في عنا reduction للactivity decrease الactivity بتقل الactivity فما في داعي نشيلها. طب إذا هاي حملتها حولتها ل larger group larger alkyl يعني حطينا إيثيل أو بروبيل برضو شو راح يصير؟ كمان راح يصير في عنا decrease الactivity again. إذا nothing can be done to for n methyl glucosamine. وآخر نقطة اللي هي هذا اللي هو الستريبتادين. أجين الهيدروكسات ما بنقدر نلعب فيهم. نشوف إذا غيرنا هاي الجوانيدين. الجوانيدين إذا عملنا لها شيء ريموف أو عملنا أي تشينج فيها رح يصير في عنا ريدكشن للأكتيفيتي. إذا أني تشينج يعني remove or modification or remove خلينا change or remove راح يعملنا decrease the activity decrease the activity. هذا هو السار of streptomycin. يعني الإشي الوحيد اللي لاحظنا إنه ممكن نغيره هو هاي إنه نحولها لألكحول تعطينا similar activity وكمان إذا عملت هاي oxidation تعطينا no change in activity. هاي بس للأسف هاي بتعطينا delayed potential delayed deafness. طب دكتورة أنا المثل لما أشيلها شو لما تعطيني not active شو استفدت منها؟ وعشان هيك هون عشان يفرجيكم إنه إحنا جبنا هذا المركب طبعا حكينا الستريبتومايسين هو naturally derived من الستريبتومايسيس كرايسيس. إذا عملنا جبنا هذا المركب وبلشنا نعمل موديفيكيشن عشان نشوف السار تبعته يعني كيف عملنا إحنا بالتتراسايكلين لاحظنا التتراسايكلين هذا اللي يعتبر من الأوريجينال يعني ناتشرالي كمان بروديوس رحنا شلنا الألكحول تبعته على رقم 6 والمثل لقينا إنه بالعكس حسنت الاستابيليتي وتحسنت الأكتيفيتي. هنا نفس الشيء بلشنا نعمل موديفيكيشن يعني أي إشي مش مذكور يعني معمول له موديفيكيشن بس بالتالي بيأثر إيش على يعني ما بيعمل لنا reduction الactivity. فمثلا قصدنا هنا فيها إنه أي modification معناته في structure تبع streptomyces
السبتومايسين راح يأثر على الاكتيفيتي دراما، يعني ديكريز الاكتيفيتي. الوحيد اللي حافظ على الاكتيفيتي إذا عملت لها أكسيديشن لهاي الميتال جروب. سوري ماشي. أوكي دكتورة. طب ما في داعي نعمل أي موديفيكيشن، يعني حتى ممكن يكونوا شالوا الـ OH-ات، بس طبعا صعب تشيل الـ OH بالشوغر إلا بدك تعمل دبل بوند أو بدك كذا. فلقوا إنه حتى إذا if we remove الهيدروكسيل جروب راح يتأثر على الأكتيفيتي وتعمل لها ريدكشن. فحبينا نذكر لكم بعض الموديفيكيشن اللي كمان بتأثر على الأكتيفيتي إذا أنت شلتها أو غيرتها. هنا شوية حكي يعني سريع نحكي لأنه ما في داعي له. أهم شيء أن تعرفوا الستركتشرز وتميزوا لما نغير أي فانكشن جروب شو راح يصير فيه. هلأ لو طلعنا على هذا الستركتشر إذا متذكرين لازم أوش نقول هايرينج 1 ونعرف. أنا في الامتحان ما راح أحط لك هايرينج 1 وهايرينج 3. رينج 3 اتفقنا أنه على رقم 3 بيكون دائما عليها أمين، خلاص هايرينج 3. بتطلع رينج 1 عندها هنا مثلا R2 نفرض الكحول و R1 نفرض أمين، فبكون كانامايسين A. هدول الكانامايسينز are originated من streptomyces كانامايسيتيكس. في عنا 3 isoform A و B و C، والليست توكسيك هو A اللي عنده الأمين فوق والهيدروكسيل جروب تحت. بس مين الموست اكتف؟ بي از ذا موست اكتف لانه عنده ثنتين امين دكتور. نعم. كانامايسين هو ريستريكتد للانفكشن اوف ذا انتستينال تراكت زي ديزنتري اند سيستميك انفكشن ارايزنج من جرام نيجاتيف باسيلاي. يعني هلا احنا اذا اخذنا اورال ما بيصير له امتصاص، فبيشتغل لوكالي for treatment مثلا of bacillary dysentery. اما اذا اخذته injection IV فبستخدمه لل يعني للجرام نيجاتيف بكتيريا باسيلاي. هو most of the time احنا بنشوفه في الصيدليات الكانامايسين topical، طبعا لهم سايد افكت. هذا شكل مين؟ بطلع وش رينج 1 بميزها اذا عندها هدول وعندها الاو اتش اس. ما تنسى تطلع رينج 2. رينج 2 شو عندها؟ الاسايليشن. اذا متذكرين حكينا بنعملها اسايليشن ب 2 هيدروكسي 4 امينو بيوتريك اسيد، فهذا الاميكاسين اخذناه ورسمناه. الأميكاسين إيش مكتوب هون؟ is a semi-synthetic. الأميكاسين semi-synthetic، وحكينا كيف بنصنعه. بنجيب الكانامايسين A وبنعمل acylation للأمين جروب على رقم واحد. semi-synthetic amino glycosides by acylation of this amino group using the hydroxy amino butyric acid. حتى يمكن رسمت لكم إياها إنه هذا على شكل أسيد والألفا كاربون عليها OH، واحد اثنين وآخر واحدة عليها أمين. فهذا بيوتريك أسيد وعنده هيدروكسيل جروب على رقم الألفا بوزيشن وعنده أمين على أو على رقم اثنين وعنده على رقم أربعة بيوتريك أسيد. فزي ما حكينا بوجود هاي الأمين راح يصير في عنا نيوكلوفيليك إلكتروفيليك أتاك. طبعا دائما احنا بنفضل هاي نحولها لأسائل جروب عشان يسهل عملية الرياكشن. فبهجم الأمين على الكربونيل وبتطلع الOH أو الCl، وبالتالي بتكون عندنا الأميد. يعني أنا مجرد عملت أميد، فالأميكاسين used competitively مع الجينتامايسين للتريتمنت of sensitive strain of mycobacterium TB. يعني احنا اكثر شيء هدول الامينو جلايكوسايد يستخدموا لل TB and severe pseudomonas. الاميكاسين less toxic than kanamycin and gentamicin.
طبعاً the classification تبعته يعني صعب أحكي عنه broad spectrum، لأنه حكينا من ال drawback تبعت الأمينو glycosides إنهم بغطوا الجرام نيجاتيف أكتر شيء، يعني قليل بغطوا الجرام positive. بس هاي من الكتاب بتقول إنه الأمينو glycosides classified as broad spectrum واستخدموا for treatments of serious infection of gram negative bacilli. لا بغطوا الأيروبيك والجرام نيجاتيف and جرام بوزيتيف كوكساي ما عدا الاستعف tend to be less sensitive to amino glycosides، عشان هيك احنا بنخلطهم زي ما حكينا مع البيتا لاكتام، وذكرناها في اول محاضره انه اذا خلطتهم مع البيتا لاكتام ما تخلطهم بنفس الاي في باج عشان ما يصير في عندنا كومبلكس فورميشن للبوث البيتا لاكتام والامينو، وبالتالي راح يؤدي ل reduction أو ما يعني ما بتستفيد لا من الأمينو ولا من البيتا لاكتام. بصراحة أنا ما بقرأش هدول الأشياء اللي هي mainly pharmacology. هون بيهمنا الأدفيرس إفكت، أوكي تكون عارفها، نيفروتوكسيسيتي، أوتوتوكسيسيتي، نيوروتوكسيسيتي ونيوروماسكولار بلوكيج، هاي مميزة بالأمينو غلايكوسايتس توكسيسيتي. وطبعا نوزيا بوميتينج وانوركسيا وارتيكاريا وراش، هاي بتصير عند معظم الانتيبيوتكس اللي هي جي اي سيمتومز، بس النفرو والاوتوتوكسيسيتي والنيوروتوكسيسيتي هدول يعني ريليفنت لمين لليوز اوف امينو جلايكوسايتس. عشان اتس اوتوتوكسيسيتي فالامينو جلايكوسايتس should not be given for a long period of time للpatients، يعني خصوصا اذا كانوا اولد، لانها وحتى للنورمال عشان هم عندهم البوتنشال اوف اوتو نيفروتوكسيسيتي. should not be given مع مين؟ لازم تكونوا عارفينها، مع الناس اللي عندهم pre existing hair loss hearing loss parkinsonism لانهم بيأثروا على neuromuscular blockage، مع الميستينا جريفز، and not given to pregnant lady او lactating woman. والناس اللي عندهم kidney failure elderly should not be يعني cautiously should be given cautiously إنهم الأمينو غلايكوسايتس. أنا صار عندي كأنه شو اسمه كاس مي دكتورة بس تشرب لا ما شاء بس أنا راح أبلش لكم وعم بفكر إن نوقف بنزل لكم الكينيلونز مشروحة بطريقة حلوة في اليوتيوب عندي، فإذا بدكم خلنا نوقف هون. بنزل لكم الكينيلونز عن التلاتاء، عن يوم التلاتاء، فالتلاتاء ما بنلتقي الصبح، الخميس بنشوف بعض، بنكونوا بس كونوا احضروا الكينيلونز والمايكرولايز عشان إذا في أي أسئلة عنهم بشوفكم الصبح عشان نشوف ايش نعمل انتي فايرال، يمكن بس بضل عندي يعني بس انتي فايرال. طيب دكتورة الله يعطيك العافية، بس نزلينا اياها دكتورة هاي كمان مادة على عشان نسحبها. نزلتها محمد كلهم نزلتهم مبارح. لا مبارح ما دخلت التعليم. هاي الكينيلونز كتير سهلة وحلوة ويعني سهل كمان تفهموها، يعني بدكم اشرح لكم، ابلش اشرح لكم فيها وتكملوا مع الفيديو. خلاص انت ريحي دكتور، ريحي انت قادر تحكي اصلا. اذا بتحبوا هلا بشرح لكم اياها بسرعه، بس يعني تكملوها بالفيديو ترقيم. شوفوا لما تدرسوا، انا يعني بالفيديو بكون وضحت لكم بالتفصيل حتى الترقيم وحتى ايش هو الفيكست فارماكوفور اللي مش لازم اغيره اللي هو هذا. هاي هاي شو اسمها الجروب؟ هاي البيريدين، اوكي عنده تو بيريدين فيوز توجذر، فهاي الجروب اللي بتكون في عندها تو بيريدين فيوز توجذر بنسميها نافثريدين. نافثريدين إذا البريدين عليها on شو بصير اسمها؟ طبعا لما بصير عليها on بدك تشيل double bondات، بس
بتصير اسمها بيريدون. بيريدون لأن أخذت أون كيتون. وإذا عليها كاربوكسيليك أسيد بتصير اسمها بيريدون كاربوكسيليك أسيد. هاي يعني لازم تشوفها لكل مركبات الكينيلونز. هاي الجزء يعني هاي البيزك فارماكوفور أو هاي الفيكست اللي مش لازم أغيره، لازم أشوفها بكل الكينيلونز ديريفاتيف إن كانت على شكل نافتاليدين أو على شكل كينيلونز أو على شكل سينيلونز. طبعا بس هيك رح تشوفوه كله بالنوتز، بس نتذكر إنه لما يكون عندي لما أحكي أنا فيوز درينك يعني هاي البوند مشتركة هاي البوند للتنين مشتركة لهاي البنزين وهاي البنزين، هاي معنا فيوزد. وبكمل الرنج الثانية، شايفين هدول عمليا كلهم هدول التنتين شو مالهم عندهم alternate double bond، يعني كلهم هدول هذه aromatic لأنه في alternate double bond وplanar. هاي aromatic، شو اسمها هاي الجروب؟ مرت علينا كمان نافتالين. اوكي، اذا حطيت عملت ريبليسمنت للنافتالين بوحده من الكربونات بنيتروجين وحده بصير اسمها كينالينز، مش كينالونز. كينالونز لما يكون في دبل اون كينالين. إذا حطيت 2 نيتروجين هون وهون صار اسمها نافثاليدين. هلا اللي شفناها قبل شوي إذا حطينا 2 نيتروجين هاي وهاي على نفسين هون ما عندها على نفس واحدة وعلى one of the ring بصير اسمها سينولين. بس الأساس نافثالين، يجوا من النافثالين وممكن يكونوا من الديريفاتيفز تاعهم، ممكن يكونوا من الكينيلونز، ممكن يكونوا من السينولين أو ممكن يكونوا نافثاليدين، بس الميجر كينولين. كينولين شو يعني عنده؟ واحدة بس واحدة. حكينا من السار تبعها انه لازم يكون عندها كيتون. وين؟ هون، يعني رقم 4 هاي من السار تبعتها. ورقم 3 شو لازم يكون عندها؟ كاربوكسيليك اسيد. هلا بعد شوي راح تشوفوا ايش السار المركبات كلها، وحلو يعني السار تبعهم. شايفين؟ إذا طلع عندي أنا الأساس اللي هو هاي اللي هي هاي الجروب اللي هي البيريدون فور بيريدون إذا بدكم عشان أبين إنها رقم 4 الأون أون يعني الكيتون فور بيريدون 3 كاربوكسيليك أسيد. فالكينيلونز هم synthetic antibacterial agents اجت من او patterned from nalidixic acid. هذا شكل nalidixic acid واسمه نالديكسيك لأنه فيه نافثاليدين جروب. يعني لما تطلع على شكله هلأ كمان شوفوا كمان يعني كل ما بيصير إحنا بنمشي بالمادة كل ما بيبين عنا شو هذا محرش مش عم تنمحي لأني عملت لها ديسكارد عملت لها كيب عملت لها ديسكارد.
أوكي مش مشكلة. لاحظوا كلهم عندهم يعني النالديكسيك أسيد فيها two fused pyridine ring. واحدة من البيريدين عندها on وعندها كاربوكسيليك أسيد على رقم 3. ولاحظوا substitution على رقم 1 عندها ethyl وعلى رقم 7 لازم يكون عارفين ال substitution pattern وعندها methyl على رقم 7. Introduced عام 1963 the treatments of UTI اللي هو نالديكسيك أسيد. هلأ هذا الاسم عشان هيك أنا مش لازم كان عملت إذا عملت discard عشان يبين معنى الاسم. طيب خليني أنا أرسم لكم إياها ونكتب الاسم لحاله وزي ما حكيت لكم بالسلايد يعني بالفيديو كتير واضح. نرسم هاي مشتركة زي ما حكينا. دائما لازم نعرف الاسم الترقيم 1 2 3 4 بعدين 5 6 7 8 لازم تكونوا حافظين الترقيم يعني زي اسمكم وتتذكر انه على رقم 4 عليها كيتون وعلى رقم هذه عليها كاربوكسيليك أسيد جروب ورقم 1 عندها إيثل جروب CH2CH3 ورقم 7 عندها ميثل. هذا مين؟ هذا ما تشوفوا هذا النالديكسيك أسيد. احنا تعلمنا انه بدنا نشوف ايش الروت في التسمعي. انا بدي اسمي اشي عشان اسهل علي بدي اسمي الروت هاد. اوكي شو هذا اسمه؟ هلأ ذكرناها مش نافثالين. النافثالين كلهم كربونات. لما يكون تو نيتروجين في كل رينج فيها نيتروجين نسميها نافتريدين. وين موقع النيتروجينات؟ واحدة على رقم 1 واحدة على رقم 8 عشان هيك سميناها 1-8 نافتريدين. خلص إذا أنت عرفت تسمعي الباقي يصير سهل. إذا عرفت إنك تسمي الروت والباقي بيصير كتير سهل. خلصنا هاي بالأحمر. شو ضل عنا؟ إيش في عليها على رقم 1؟ واحد إثل إثل very good. 1 إثل هاي خلصنا. كملوا 3 كربونيك أسيد بالضبط 3 كاربوكسيليك أسيد رح أكتبها هيك لأني مش هاد. شو ضل كمان؟ وعندي على 7 كأنه مثل كمان 7 مثل very good. وبيضل إشي واحد أربعة very good. 4 ضلت هاي 4 إحنا بنسميها بتسمي أوكسو 4 أوكسو. أوكي هذا التسمية. هلا هنا حاطين كمان بالهذا باللايوباك نيم 1,4-dihydro يعني على اساس انه المفروض انه هون يكون في عندي على رقم 1 وعلى رقم 4 يكون في هيدروجينات. احنا شلناهم لانه عملنا هون ميثيليشن ايثيليشن وهون عملناها كيتون. اوكي نشوف الرقم الترقيم 1-ethyl 1,4-dihydro 7 مثل 4 أوكسو شلنا الدبل بوند في الـ 1,4-dihydro لأنه المفروض يكون هاي كلها دبل بوندات متذكرين هيك بدها يكون شكلها فشلنا الدبل بوند عملناها بس 1 دبل بوند 4 أوكسو 1,8 نفتريدين و 3 كاربوكسيليك أسيد. هذا الـ IUPAC name للكينيلونز. كيف بيشتغلوا؟ بيعملوا inhibition للـ DNA gyrase. شو وظيفة هذا الـ DNA gyrase؟ الـ gyrase وظيفته إنه يعمل اللي هو kind of topoisomerase 2. topoisomerase هو زيه موجود في الهيومن على شكل topoisomerase 4 وفي منه 2 طبعا في الهيومن. فهذا الجايريز عادة في البكتيريا هذا انزيم. هذا الانزيم بيعمل effect super coiling of DNA. اوكي
that allow relaxation of this super cold DNA needed for normal transcription. هلا احنا عشان يصير في عندنا ترانسكريبشن، عمليه ترانسكريبشن في الدي ان اي، بكون الدي ان اي سوبر كويلد، فلازم اول شيء يصير في ريلاكسيشن لهذا السوبر كويلد، بعدين يصير في عندنا ترانسكريبشن. مين بيعمل ريلاكسيشن للسوبر كويلد دي ان اي؟ توبو ايزوميريز 2 او الجايريز. فاذا انا عملت انهيبيشن ل الجايريز، عملت inhibition للrelaxation of the supercoiled DNA. يعني قبل ما يصير في عنا transcription لازم ال DNA يصير له relaxation علشان يصير في عنا transcription. فالكينيلونز they affect DNA أو they inhibit DNA gyrase enzyme اللي هو topoisomerase 2 اللي وظيفته إنه يعمل relaxation للsupercoiled DNA وبالتالي بمنع عملية ترانسكريبشن. جايريز هو الإنزيم in the bacteria، في الهيومن اسمه توبوايزوميريز. اوكي، إذا شو بعمل؟ بعمل inhibition للrelaxation of the supercoiled DNA، يعني بعمل inhibition للtopoisomerase 2 أو الجايريز. هذا صار الجنرال، وراح تمر علينا السلايدات اللي وراها صار السبيسيفيك يعني لكل جروب. الجنرال انه انا عندي هاي فيكساتيف ريجن اللي هي بين 3 و 4، هاي مش لازم العب فيها. دائما عندي سبستيوشن على رقم 1 اللي هي رح تعطينا ايديا اباوت ذا انتي بكتيريال اكتيفيتي، جلوبال انتي بكتيريال اكتيفيتي. على رقم 5 اذا في سبستيوشن بيزيد الانتي بكتيريال اكتيفيتي. لاحظنا ده الديكسيك أسد ما كان عليه إشي على رقم 5. على رقم 6 لاحظنا لما ضفنا الفلور، هذه الفلور إضافتها رح تزيد البنتريشن through the membrane of the bacteria and reach the DNA gyrase and inhibit it. بتعمل DNA gyrase mutagenesis. رقم 7 عليها substitution رح تأثر على spectrum of activity، ونوعه رح نحكي عنه بعدين إيش نوعه. ورقم هاي إذا كانت نيتروجين رح تزيد أو تحسن الانيروبيك اكتيفيتي. إحنا أورنا الديكسيك أسيد نفس السار صح اللي موجود، بس ما في عنده سبستيوشن على رقم، هون عنده إيتيل، هدول الفيكساتيف أريا اللي قالولنا عنها موجودة، وعندنا هون هاي أروماتيك، وعندنا هون بس عنده substitution واحد بس عمثل. عشان هيك هو يعتبر نالديكسيك أسيد من الفيرست جينيريشن كينيلونز، لأنه ما بيغطي كل البكتيريا، بيغطي بس الجرام نيجاتيف بدون السيدومونس. هلأ كل ما أنا حطيت مور substitution على رقم 5 و 6 و 7 وغيرت كمان substitution على رقم 1 راح تزيد الأكتيفيتي against اللي هم احنا بنسميهم other gram negative gram positive bacteria. خلص انا مش قادره، خلني اوقف لهون. والباقي يعني موضح بالتفصيل كيف بالضبط ايش هو المينيمم فارماكوفور وايش تاثيره على الاكتيفيتي. أصلاً ما بلش عندي وقت، خلصناها. هلأ هون بس أقرأها مدام بلشت فيها. The minimum pharmacophore اللي هو essential for antibacterial activity إيش هو؟ الفور بيريدون رينج with carboxylic acid group اللي هي هاي. هاي the minimum pharmacophore. فور بيريدون وثري carboxylic acid. هاي لازم essential. طيب إذا عملت ريدكشن لها دبل بوند شو راح يصير في الأكتيفيتي؟ إليمينيت الأكتيفيتي، يعني لازم أحافظ على الدبل بوند، فالدبل بوند هاي لازم نضلها موجودة. إذا عملنا لها ريدكشن راح يعمل إليمينيشن أبوليش للأكتيفيتي. سمول سبستيوشن على إن واحد، هاي مسموح لها سمول سبستيوشن، زي مين؟ زي مثل إيثيل، إحنا شفنا بنالديكسيك أسيد إيثيل. لكن
فور اكتيفيتي زي مثل إتل هاي ميتوكسي هاي مثل أمين حتى بالشرط بس الكايل ممكن يكون هاي زي هيك ميتوكسي إن مثل يعني مثل أمين إتل سايكلوبروبيل أكتر شيء رح نشوف السايكلوبروبيل. however لما ضافوا 2-4 دايفلوروفينيل جروب كان well tolerated يعني ضلوا active مع إنها 2-4 إذا كان مرتبط فيه فينيل عليها رقم بس 2-4 هذه substitution برضو still active still tolerable. إيش السبب؟ ممكن يكون وجود فلور زاد البنتريشن بس هو لارج مولكيول فالمفروض إنه يكون حسب السار إنه we need small substitution على رقم واحد. على رقم 6 إذا ضفنا فلور زي ما حكينا بتزيد الأكتيفيتي. ليش بتزيد الأكتيفيتي؟ لأنها بتزيد الليبوفيليسيتي لأنها بتزيد السيل ممبرين أو السيل ممبرين بنتريشن وبالتالي بس مشكلتها increase the cell penetration بس مشكلة الفلور إنها بتزيد الفوتو سنسيتيفيتي. رح نشوف السلايدات اللي وراها كيف أنا بحسن الفوتو سنسيتيفيتي شو لازم أضيف عشان أخفف الفوتو سنسيتيفيتي of the compound. إذن وجود الفلور على رقم 6 زاد الأكتيفيتي لأنه زاد البنتريشن through the cell membrane وبالتالي زادت الليبوفيليسيتي. لكن إيش المشكلة؟ الفوتو سنسيتيفيتي. رح أنزل لكم الباقي إن شاء الله.